تسعة نواب وردت طلبات برفع الحصانة عنهم لأسباب مختلفة، رفضت هيئة رئاسة مجلس النواب الكشف عن أسمائهم، وقد جرى التصويت في جلسة اليوم على إحالة الموضوع إلى لجنتي القانونية وشؤون الأعضاء على أن يعرض التقرير النهائي خلال أسبوعين. نواب عن جبهة الإصلاح أكدوا أن ثلاثة من هذه الطلبات تخص نوابا حاليين عن الدورة السابقة، فيما قدمت ستة طلبات جديدة لرفع الحصانة خلال الدورة الحالية. مجلس النواب العراقي صوت هذا اليوم على إحالة ملف طلب رفع الحصانة، وكذلك بخصوص الحضور والغيابات لأعضاء مجلس النواب إلى اللجنة القانونية ولجنة شؤون الأعضاء لتقدم توصياتها خلال أسبوعين على هيئة الرئاسة. لم تعرض الأسماء، هناك في حدود 50 نائب في مسألة الغيابات، وهناك 9 نواب موجودون الآن عليهم طلبات من مجلس القضايا، بعضها جنح وبعضها قضايا بسيطة وشكاوي. وفيما يتعلق بجدول أعمال الجلسة، صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، إلا أن الخلاف بحسب نواب كان حول مفهوم القانون، هل يخص عقارات أم أوقاف الدولة. ستكون هناك لجنة، تشكيل لجنة إعادة تقييم، ولجنة إعادة تقييم ستعمل على إرجاع الحقوق إلى الدولة فيما لو كان هناك حقوق مهجورة، وبالتالي سيكون هناك تعامل منصف مع هذه العقارات، لأن هذه عقارات كثيرة وهناك تم شراء وبيع ربما في مرحلة زمنية معينة بأسعار بخس. وحول ضرورة تفعيل الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلال المرحلة الحالية، قررت هيئة رئاسة المجلس إبعاد الخلافات السياسية عن عمل المجلس والإسراع في إدراج مشاريع القوانين الرئيسة العالقة وتحديد مواعيد لاستجواب واستضافة بعض الوزراء ومنهم الدفاع والمالية والنقل. هيئة رئاسة مجلس النواب باجتماعها الأول مع رؤساء الكتل السياسية قررت بإبعاد أي موضوع سياسي عن عمل المهني لمجلس النواب، وهذا القرار أتى متأخرا جدا حقيقة. كان الأولى على مجلس النواب أن يتخذ هذا القرار قبل أن يدفع فاتورة الخلافات السياسية، وأن يصبح هو الواجهة أمام الشعب العراقي في مسألة الخلافات. بالتالي قررت هذه الرئاسة بأن تعرض أي عملية استجواب على جدول الأعمال، وبالتالي فعلاً أعلنت الاستجواب كل من وزير المالية النقل وأيضاً وزير الدفاع، وأيضاً أعلنت بأنه أي تغيير وزاري مستقبلي سوف تدرجه مباشرة على جدول الأعمال دون مناقشتها. وفي هذا الإطار أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس القضاء الأعلى والتعديل الأول لقانون التقاعد الموحد وإعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية. أبعاد الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسة عن الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس خطوة اتخذتها هيئة رئاسة المجلس، إلا أن بعض الكتل تشكك في أن تترجم هذه الخطوة عمليا في الجلسات المقبلة. من داخل مجلس النواب، محمود فؤاد، الحرة، بغداد.